مرحبا، معكم غيدة مجذوب، واليوم أنا فخورة أن أكون بغرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية، ومع اليوم رئيس الغرفة الأستاذ شارل أبو خالد. شارل صباح الخير. صباح النور. واليوم فعلا نحن سعداء أنه نحن معك، لأنه بس واحد يشوف قديش شخص قدر ينجز بكندا، قديش يقدر يحقق للجالية اللبنانية، ويحاول قد ما بيقدر يكون صلة وصل بين لبنان و كندا، ويقدر فعلا يحدث الفرق بين هالبلدين. هذا الشيء كتير مهم، وحبيت اليوم ركز عليه بالتحديد مع حضرتك. شارل، بالأول أنا بدي أعرف الناس عن شارل أبو خالد، أدي صار لك بكندا وكيف ابتديت مع الغرفة؟ أنا اسمي شارل أبو خالد، أنا مهندس سيفل انجينيرينج بموريال. جيت على كندا بالتسعين مثلنا مثل كتير من الشباب والبنات اللبنانية، صح، لأنه كان وقت الواحد يفوت على الجامعات، وكانت ديسيزيون صعبة لنا، وقررنا نجي على كندا. هون تعلمنا بكندا وأسسنا حياتنا كندا والشركات بكندا، ومن 4-5 سنين فكرنا كيف فينا نساعد الجالية الكندية، جالية كتير قوية، كيف فيها نساعدها، وكيف فينا نعمل صلة وصل بين كندا وموريال، كندا ولبنان، بطريقة قوية. وشفنا انه في مؤسسة موجودة من 1989 موجودة اسمها غرفة التجارة والصناعة الكندية اللبنانية، وهيدي هي الميسيون تبعها. نعم. وانا بلشت اهتم بهالموضوع، فوت شو عم تعمل هالغرفة، وبلشت فتت فيها، فتت كعضو، وبعدين فتت على الانتخابات كممبر اوف ذا بورد، وبعدين صرنا أمين سر، وبعدين انتخبونا الشباب من سنتين رئيس للغرفة. نعم. وأنا كتير فخور أنه نقدر نساعد الجالية اللبنانية بكندا بطريقة اقتصادية. في كتير جمعيات بيشتغلوا بنيفولا، بيشتغلوا كمان على أمور اجتماعية كمان، مزبوط، صحية. نحن صحية اجتماعية، نحن أنا قررت تفوت فريمان بطريقة الاقتصاد، لأنه قلنا هيدي فريمان إلى بوتنشل كتير قوي، وفيها صلة وصل بين لبنان وكندا، وفينا نساعد لبنان وفينا نساعد كندا بهالطريقة. وهيك فتنا بالغرفة التجارة وبلشنا نشتغل معهم، وكفينا اللي بلشت الغرفة بال89. ليش؟ لأنه كان في 3 شباب فكروا رح تخلص الحرب بال90، نعم، وبدوا يتعمر لبنان. نعم. كيف فينا نحن نساعد بهالشغل اللي بده يصير بلبنان؟ وهيك تأسست غرفة التجارة بجانفيه سنة التسعين. كان في تامبيت دو نيج طويلة، عاصفة طويلة عريضة 30 سنتي، واجتمعوا 30 شاب وشابة وأسسوا غرفة التجارة، لأنه كانوا بدوا يساعدوا لبنان ويساعدوا بالطاقات اللي عندهم هون، يرجعوا يساعدوا على لبنان ويشتغلوا تحت. وهيك بلشت الغرفة وهيك مكمل الغرفة. طب هون عم تحكي بالضبط، يعني 30 سنة بالضبط عم نحكي شارل، مزبوط، من وقتها كان في تامبيت دو نيج هون، مزبوط، عم تتلج بقوة هون، بس بلبنان للأسف الشديد عم بيعاني من أزمة اقتصادية كتير كبيرة، صار لها تقريبا سنتين، بس السنة انفجرت، يعني كرة نار كانت السنة عم بتصير بلبنان، وفعلا الشباب اللبناني وكل الجيل، يعني كل الأعمار، كل الأجيال بلبنان كانت فعلا موجودة على الطريق، عم بتطالب بمطلب واحد، معيشة أفضل، كهرباء، مي، كل هالأمور البسيطة جدا اللي بيطلبها أي شخص لحتى يعيش حياة كريمة. قديش هيدا الشيء فعلا بتحسوه إنه السنة أيضا أكثر من حيالله وقت آخر، غير الظروف الصعبة اللي قطع فيها لبنان، حروب ومشاكل وكل هالأمور، إنه يقدر فعلا يحس حاله إنه عنده هالأمل الكبير انه كندا قادره تساعده، من دون ما هو يضب شنطه وكليكيشه ويرجع يقول انا خلص جاي على كندا، او جاي وين ما كان بدي اظهر، ما بقى قادر كفي، او لانه ما بقى قادر اتحمل هالمعيشه الصعبه اللي عم عيشها بلبنان. هيدي نقطه كتير مهمه، ونحن اشتغلنا كتير، عم نحكي هلا هالسنه، بس هي هالحاله صار لها 3-4 سنين. انا بنزل على لبنان كل سنه بقعد أكثر من شهر. نعم. وأنا بروحها كفرصة. بس ما فيني روحها كفرصة وما روح شوف شو عم بيصير تحت ونجتمع مع الناس. الحالة الاقتصادية بينت السنة فقعت، بس صح، هي عم من نزول قوي صار لكذا سنة. صحيح. وبينت السنة
واخيرا بينت، لانه كل ما رح تبين بكير كل ما واخيرا منحلها بكير ان شاء الله. وانا هيدا التفكير تبعي انه واخيرا ما فينا نتخبى وراء ايدنا. نحن شو كنا عم نفكر كغرفة تجارة وشو عم نعمل كغرفة تجارة؟ نحن كنا عم نحمس كل الشركات اللي عندنا هون لبنانية أو كندية، وعملنا شغل على هالنطاق مع المندوب الاقتصادي الكندي اللي هو بالشرق الأوسط، جبناه على الغرفة هون على كندا، السفيرة الكندية، الأنصل العام اللبناني، السفير اللبناني. ليش؟ لأنه نحن بنعرف أنه عندنا طاقات شبابية وإكسبرتيز كتير قوية بلبنان كتير، واشتغلنا على كيف فينا هون في شح باليد العاملة. كيف فينا نحن ما نقيم نعمل برين درين كمان مثل ما نحن جينا صح. لهون والمجي هون مش هالأكل الطيبة يعني صعبة المجي لهون، واحد بينشال من جذوره. كيف فينا نحن نخلي الشباب والبنات اللبنانية يضلوا بلبنان ويكون عنده opportunities؟ وبهالنطاع عم نشتغل كذا شركة بلشوا يفتحوا فروع تحت، وعنا كايات كتير سبيسيفيك، ناس شركات انترناشنال بالعالم اقتنعوا ونزلوا على لبنان وفتحوا بلبنان ووظفوا بلبنان ليشتغلوا على العالم. كل شيء سيلز، نعم، كل شيء مبيعات، كل شيء باك اوفيس. عنا شباب وبنات ببيضوا الوجه تحت، بس بدنا نعطيهم انفيرونمون. نعم. المشكله الكبيره شو؟ هيدا الشاب اللي راح عمل هيك لبناني، دونك بيؤمن بلبنان ومستعد ينزل. صحيح. نحن لازم نعطي سيتويشن تخلي الشركات الكنديه هي تروح توظف، لانه هن هودي اللي بيوظف 10,000، عنده 10,000 موظف، 15,000 موظف، وفي يفتح فرع يوظف 100. نحن عم نحكي عن ناس وظفوا 10 ووظفوا 5. نحن بدنا الناس اللي بدل ما يروح يفتح بالهند يفتح بلبنان. يفتح بلبنان. صحيح. لبنان بنحكي فرنساوي بيرفكت، انجلش بيرفكت، وعربي ثلاث لغات. الهند بيحكوا نص انجليزي. ونحن بلبنان الكلفة للشركات ما انها الأد أكتر من الهند أبدا، والفاليو أكتر، بس بدنا نعمل انفيرونمون، وهيدا العشي اللي عم نشتغل عليه وبدنا نشتغل عليه، وهيدا كتير مهم وفي بوتنشل كتير كبير، بس لازم يكون في مينيموم ستابيليتي، لأنه ما في شركة كندية أو أمريكانية أو أوروبية رح تفوت بريسك انه انا عم بعمل انفستمنت، بعمل فورماسيون وبشتغل وما بعرف بكره شو بده يصير. صحيح. وان شاء الله نحن عندنا امل كبير انه يكون في مثل وعي وديسيجن كبار بيصيروا كرمال نحن نقدر. نحن اشتغلنا هون كتير. نعم. وعملنا يعني في ناس بس ناطريننا نقول لهم. صار لي سنه انا عم بحضر ميسيون كوميرسيال على لبنان وانا موقفه، ما بدي اخذ ناس على لبنان بهالوقت الراهن يقولوا اخذتنا وضيعت لنا وقتنا. بدي ناخذ ناس على لبنان ينزلوا يقولوا واو كان معك حق تقلنا انه لازم نروح على لبنان. صحيح. وانا موقفه كان عم بشتغل مع السفاره الكنديه، مع السفاره اللبنانيه، مع الخارجيه الكنديه، عم نشتغل كله. بس انا بالغرفه قررنا نوقف لانه مش وقتها، رح نروح بسيتواسيون ما فيها الشركات اللي الكندية بدها تروح تشوف انفيرونمون بوزيتيف. مزبوط. هلا ما في حدا جاهز يستوعب يعني او يقدر يستقبله. حتى لو بدنا نستقبلهم مزبوط. مين بده يستقبلهم؟ مزبوط. وعلى اي اساس؟ صحيح. بس في بوتنشال حاضر. انا عملت سنه الماضيه سونداج، بهالسونداج عملت بعثت مين مهتم يتطلع شو في بلبنان. اجينا فوق 30 جواب من شركات كندية انا مهتم. يعني في بوتنشل مهم اذا قدرنا نعطي كونتكست اكسبتابل، لانه ما في شخص بينزل على لبنان يعني من اي مكان من العالم بينزل وما بينغرم بلبنان. يعني ما في مجال، مش بس اللبناني مثل ما قلت لي بتحس انه أبعته من جذوره، لانه اللي بيعيشوا بلبنان ما بيعيشوا ولا بمكان اخر. بس كمان نفس الشيء الحيالله شخص اجنبي بيجي على لبنان بيقول لك شو هالبلد الحلو المضيف اللي بيحب الحياه الالقد قادر يوقف على اجريه. بس بنفس الوقت هالسنه كانت فعلا مفصليه وتاريخيه، لانه حس حاله الشعب اللبناني ما بقى قادر يكفي، فقد المصداقيه، فقد الثقه بالبلد، وحتى كل الاشخاص يمكن
يمكن اللي كانوا جاهزين يروحوا يستثمروا بالبلد وحتى يستثمروا بهالطاقات البشريه خلوهم بلبنان، ما بقى قادرين كمان يوثقوا بهالموضوع ولا قادرين يوصلوا حتى يوثقوا بالخدمات اللي ممكن يقدم لهم اياها لبنان. قديش هيدا الشيء قادرين فعلا نحن نكسره ونخليه انه لا، خليكم في صله وصل، خليكم بلبنان، خليكم بكندا اذا بدكم، وخلي يكون في حدا رايح جاي، بيكون في على القليله كمان هالاستثمار اللي عم بيطلع من هالاشخاص كمان هون يقدر يرجع يصب، يعني كمان يكون في عيال كامله عم ترجع تعتاش من هالمصاري اللي عم تطلع من كندا او من حيالها دوله تانية خارج لبنان. هذا موضوع كتير مهم، وقلتي انت مزبوط بشو لبنان معروف. ايه في قصه براندينج كتير مهمه بدها تنصار، وانا هيدي حكيتها من 3 سنين وقت رحنا على بيماي على ال دي او بلبنان، كان في 3000 واحد واقف واربع وزراء. قلت لهم بتضلكوا تقولوا لللبناني اللي عايش برا حب لبنان. ما في حدا بيحب لبنان قد اللبناني اللي عايش برا، صح، وما حدا يعطي لسون المورال لحدا أبداً. ما في حدا، وكلهم مستعدين يساعدوا، بس مش لازم نضلنا ناطرين. انتوا شو بدكم؟ شو البراندينج تبع البلد؟ اذا بدنا البراندينج تبع البلد انه نحن توريزم منيح، بس اذا بدنا اقتصاد بدنا الناس يقولوا لبنان مش بلد مضياف وبيعرفوا يعيشوا بس، بلد في اقتصاد، في كونيسانس، في شغل، في صناعة، وهيدا هيدي اللي بدنا نشتغل عليها. وهو في شركات تحت بلبنان كتير مرتبة، في شركات كتير مهمة، في قطاع خاص قوي، بس بده الواحد يعرف يضوي عليه ويعطي كونديشن للعالم تروح انه ايه، مش بس انت نازل تصيف على لبنان او انت نازل بس تشتري بيت بلبنان او انت نازل بس تنبسط بلبنان، هيدي منيحة وهي مهمة، بس اذا طلعنا بكل بلاد العالم ما في بلد عاش على السياحة ونجح. السياحة هيدي بتيجي اكسترا، صحيح، ما فيها تكون هي الاساسي، النقطة الاساسي. وهات لشوف شو صار باليونان، سياحة بوم، مصر سياحة بوم، اذا كوبا سياحة، السياحة كتير منيحة اكسترا، يعني بدك يكون عندك اقتصاد، بدك يكون عندك صناعة، وبدك يكون عندك سياحة، بده يكون بلد هو سيلف سافيشنت كمان بحد ذاته، بده يكون مكتفي منه بس ناطر اللي برا لحتى يقدروا يبعثوا له كمان مواده الاوليه وكل هالامور، واكيد بده يحاول قد ما بيقدر كمان يشيل كل التدخلات الخارجيه، يعني جرب يكون هو فعلا بلد مستقل بكل كيانه بكل القطاعات لحتى يقدر هو يحس حاله انه هو بلد قادر يوقف على اجري. انا كمان قبل ما اختم معك شاري بدي اياك انت كمان شو بتقول للجاليه اللبنانيه والعربيه اللي موجوده بكندا، وشو بتقول لللبناني اللي موجود حاليا بلبنان، حضرتك شو بتعطيهم نصيحة وشو بتقولهم هلأ لازم ينعمل؟ نصيحة مش رح انصح حدا، لأنه ما فيني أنا أقول أنه أنا بعرف أحسن من غير. اللي قاعد بلبنان بقول له الله يعطيك العافية وإن شاء الله أيامك تكون أحلى، لأنه بتستاهل أحسن بكتير. ونحن بنعرف أنه الحالة صعبة، خلينا نكون كلنا ethical. فعلا الأخلاقيات انه ما نقبل بشيء مش مفروض ينقبل. انا بعلم بالجامعة ونحن بالسيكتور تبعنا بالكونستراكشن اجا وقت كتير صعب للمهندسين، كانوا بيحكوا انه في كوربشن وكذا، وكانت الناس اللي يشتغلوا بالهندسة كتير متضايقين. انا كان عند اعطي مساج واحد وبضل اعطيه، ما حدا بيجبرك تمشي بسيستام. انت طلع برات السيستام، انت بدك تكون فخور شو عم تعمل، صحيح، وتكون والله يقويكم وتضلكم. نحن الجالية اللي برا بدنا نكون ايد بايد وبدنا نساعد بعض، اذا بدنا نقوي بلدنا بدنا نقوى نحن سوا. كل ما نحن بنقوى هون كل ما فينا نساعد تحت. هوني مساج كتير مهم، وهيدا مساج الغرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية، كلنا بدنا نشتغل مع بعض، كلنا بدنا نساعد بعض، ومش عم نعطي نساعد بعض انه اعطيك شيء ببلاش وتعطيني شيء ببلاش. نشتغل سوا، صح، يكون عندنا فكر الشغل سوا، انه مين في يشتغل هالشغله، دقوا للغرفه او دقوا لبعض بعين لبنانيه اشتغلوا، انتم بتكبروا، الجاليه بتكبر، وزننا بيكبر، وبنكون متحدين على الاقل على الاقتصاد، مش ضروري نكون متحدين بكل شيء غير، بس بالاخير الاقتصاد بيرجع لك كل، صحيح. انا هيدي فريمون الشيء بعتبره
بأهمية كتير كبيرة إنه نفهم إنه وقت بنحكي اقتصاد وقت بنحكي شغل وقت بنحكي بزنس، البزنس ما إله لون، مثل ما الغرفة ما إلها منا محسوبة على حدا، الغرفة لك للجميع والبزنس للجميع. هاي دي كتير مهمة، ومع الجالية العربية كمان نشتغل سوا، نحن كمان نحكي مع غرفة التجارة العربية بكندا، لأنه مهم نشتغل سوا ونكون منفتحين. نحن الشعب اللبناني منفتح، ولازم الشغل يكون منفتح معنا ولا بر. صحيح، هذا هو الأساس مثل ما قلت بالدرجة الأولى، أنه نكون إيد بإيد ونكون فعلا متحدين مع بعضنا، ونكون ما نخلي شيء أبدا عم يتدخل فينا، يعني لا أديان ولا طوايف ولا أمور بشعة تقدر تفوت وتخرب هالعلاقة الحلوة. لازم نكون فعلا جالية قوية ومتماسكة، إن كان خارج لبنان أكيد، وإن كانوا اللبنانيين على الأرض اللي عم يثبتوا نفسهم يوم بعد يوم قديش عم يقدروا فعلا يحققوا كتير أشياء، والله يقويهم مثل ما قلت لحتى يقدروا يكفوا هالمشوار، لحتى بآخر هالنفق نشوف فعلا ضو، ما نشوف أبدا نفق مظلم، ونشوفه يا رب تقدر تنفرج بقى بشكل كتير سريع على كل هاللبنانيين، وهالثورة توصل إلى مكان أفضل إن شاء الله يا رب. أنا بدي أشكرك كتير اليوم على هالحديث اليوم معك بالغرفة، وأكيد بيكون عنا لقاءات لإلنا هون دايما سوا بكندا، لأنه الغرفة دائما عم بتكون نشيطة بهالأعمال اللي عم تقوموا فيها بكندا لجمع كل هالشركات والمؤسسات اللبنانية. شكرا كتير شارل أبو خالد، وأكيد يعني يعطيكم ألف عافية. مرسي كتير، ومرسي كتير لاستقبالك، ونحيي الجميع اللي عم يسمعون. أكيد، شكرا كتير لكم. فإذن اليوم كنا بحديثنا مع الأستاذ شارل أبو خالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية، وأنا برجع بلتقيكم بحلقة جديدة.